لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة وسط مراسلينا. سلامة عطلة، بعد الترحيب بك مرة أخرى، يعني ربما التهديد الأخير لمدفيديف ربما لديه صدى داخل بروكسل، هل من أخبار أو هل من صدى لهذا التهديد، وكيف استقبلت بروكسل هذه التهديدات النووية الآن؟ مساء الخير. لليوم الثاني على التوالي تجتمع اللجنة العسكرية العليا في حلف شمال الأطلسي للاستجابة وتحديدا للتهديدات، سواء التي يمكن أن تكون داخل أوكرانيا أو حتى التهديدات النووية، ويناقش الجنرالات الخطط العسكرية لدعم الأوكرانيين في مواجهة يبدو أنها موجة شرسة من الحرب في أوكرانيا. لذلك يحاول الجنرالات أن يتأكدوا من أن الأوكرانيين قادرين على أن يكونوا متكاملين على الأرض في المشاة، الدروع، القصف المدفعي والتأمين الجوي، وكذلك استخدام الطائرات المسيرة بكثافة خلال الجولة القادمة، وأن يكونوا قادرين على التحرك في تكتيك جديد يمكن أن يكون فيه الهجوم عنصرا رئيسيا بدلا من الإبقاء على الدفاع وتغيير التكتيكات العسكرية القائمة. هناك محاولة أيضا أطلسية للتغلب على التهديدات الروسية التي يمكن أن تنتقل من التهديدات الكلاسيكية إلى التهديدات النووية، لذلك يعزز الناتو من قدراته الدفاعية وتحديدا الدفاعات الجوية في الدول المحيطة بأوكرانيا كي تكون قادرة على التصدي واعتراض الصواريخ التي يمكن أن تهدد دول حلف شمال الأطلسي. لا ننسى بأن من يخططون هم على دراية ومعرفة قديمة بالجنرالات الروس الذين يديرون الحرب الروسية في أوكرانيا. هؤلاء تحديدا من الجنرالات الأمريكيين وعلى رأسهم كريستوفر كافولي، الذي يقول البعض بأنه بحاجة إلى تغيير أسنانه من كثرة الضغط عليهم خلال أكثر من موجة ساخنة، وتحديدا في سوريا حينما كانت التماس ونقاط التماس ساخنة بين الجانبين. هؤلاء الجنرالات يعدون خططا متقدمة لمواجهة طيب روسيا. هل صدر شيء يا سلامة، هل صدر شيء بعد تصريحات ميدفيديف الأخيرة؟ يعني لب السؤال، هل صدر شيء من هؤلاء الجنرالات، من هؤلاء القادة المجتمعين اليوم يعني في بروكسل؟ يتجنب الأطلسيون استخدام كلمة نووي، وغالبا لا يستجيبون للتعليق المباشر والفوري على التهديدات الروسية، ويقولون بأن روسيا طالما هددت بأشياء كثيرة ولم تنفذها. هم يستعدون لمعركة طويلة تحاول فيها القوات الأطلسية أن تضمن الكفاءة الأوكرانية على الأرض، ويدركون أيضا بأن لدى الروس يعني ثغرات كبيرة في التحركات العسكرية. نحن نتحدث عن 1.5 مليون جندي روسي يمكن أن يكونون على الأرض، ولكن الجنرالات يقولون بأن هناك مشكلة روسية في القيادات وضباط الصف الموجودين على الأرض الذين يفتقرون إلى الحكمة في اتخاذ القرارات السريعة. قد يكون الجنرالات الروس في المستويات الرفيعة على خبرة ودراية واسعة عسكريا، ولكن ضباط الصف يفتقرون إلى المهارات، وتعويض ذلك وتنمية المهارات الروسية وتحديدا في هذا المستوى يحتاج إلى أشهر، ولذلك لديهم كثير من الثقة في إمكانية أن يتغلب الأوكرانيون بعددهم القليل مقارنة بالعدد الروسي الكبير في هذه الحرب خلال الجولة القادمة. ولكن طيب أيضا هناك استعدادات يعني واسعة بأن سلامة ما الذي يدفع اليوم ستولتنبرغ للحديث عن مزيد من الأسلحة، خصوصا وأن موضوع الحديث عن مزيد من الأسلحة مستمر؟ فلماذا يكرر ستولتنبرغ هذا التساؤل؟ هل هنالك من أحد لديك في بروكسل اليوم تحدث عن سبب ذلك؟ أولاً، المزيد من الأسلحة هو دوماً لخطوة متقدمة سياسية للاستجابة للطلبات العسكرية المتكررة بضرورة توحيد الموقف. تعرف بأن
القرارات السياسية لإرسال مزيد من الأسلحة تحتاج إلى مسيرة بيروقراطية في القرارات الأوروبية، ولذلك دوما يحاول الأطلسي أن يسرع من هذه الخطوات كي يلبي الاحتياجات العسكرية. ولكن لا ننسى بأنها الحرب صديقي، والحرب خدعة. الكثير من القرارات السياسية والخلافات السياسية التي تبدو على السطح هي ستار دخاني لإجراءات واقعية على الأرض تسبق غالبا القرارات السياسية. تخيل بأن بلغاريا أضعف دولة في دول الاتحاد الأوروبي تقدم وبالسر عن وزراء داخل الحكومة البلغارية مساعدات عسكرية مهمة للأوكرانيين منذ بداية الحرب، ولم يتم الإعلان عنها. أيضا أوكرانيا تأخذ من بلغاريا الوقود الروسي الذي تصدره روسيا إلى بلغاريا، تأخذه لكي تشغل مدرعاتها وآلياتها في الحرب. هناك كثير من الإجراءات العسكرية تحدث على الأرض وليست بالضرورة أن تكون متطابقة مع الموقف السياسي أو الموجة السياسية السائدة. نحن نتحدث عن جيل جديد من الدبابات سوف تذهب إلى أوكرانيا. الفيتو الألماني على إعادة تصدير هذه الدبابات الموجودة لدى دول أوروبية قد رفع. نحن نتحدث عن أكثر من 2000 دبابة من ليوبارد 2 موجودة لدى أكثر من أو لدى 13 دولة أوروبية، يمكن إرسال بعضها إلى أوكرانيا. ولكن بما أنها معركة طويلة فيتم تقطير هذه الدفعات هنا العسكرية. هنا أسألك في سؤال أخير روسيا. يعني سلامة، يعني في سؤال أخير وفي إجابة سريعة لو سمحت، يعني عملية التقطير، هل يرى المراقبون لديك أن هذه العملية تأتي بسبب التهديد الروسي بأن لو تم إرسال مثل هذه الدبابات الهجومية ستكون الحرب مباشرة بين روسيا والناتو؟ ليس هناك شيء مستبعد، لذلك يؤكد دوما حلف شمال الأطلسي بأنه مستعد لكافة الخيارات، والاستعدادات الأكبر هي ليست داخل أوكرانيا وإنما في الدول المحيطة ودول حلف شمال الأطلسي كي تكون جاهزة للرد على أي هجمات. وهذا ما تفسره المناورات الكبيرة وغير المسبوقة لحلف شمال الأطلسي استعدادا لأي سيناريوهات، ليست فقط من جهة الحرب الكلاسيكية وإنما أيضا من المزيج من الجريمة المنظمة والعمليات التي يمكن أن تضرب حتى داخل الدول الأطلسية والأوروبية والتي يمكن أن يقوم بها. إذن لا شيء مستبعد سلامة، يعني ننتظر معك ماذا يمكن أن ترشح من معلومات أو من تفاصيل عن هذا الاجتماع أو الاجتماعات الأخرى. سلام عطلة مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، وأفر شكر لك على ما أفضيت من معلومات في هذه الجولة. شكرا لك.